أما ناقدنا الكبير الأستاذ أحمد جلال، طبعا بنشكرك على أنك موجود معانا على التليفون، وسمعنا التأكيدات والنفي كمان لفكرة حتى طرح الموضوع أمام الفيفا. المباراة القادمة يوم الجمعة مع وجود الناديين الأهلي وبيراميدز، فنيا شايفها إزاي؟ وعايز أقول لحضرتك بس الأول أن بيراميدز كان من المنتظر في البداية أن هو ما يشاركش في المباراة، لكنهم انتظروا حتى يتم التأكد أن نادي الزمالك لن يشارك بشكل رسمي. أما وقد أعلن الزمالك موقفه فحصلت تفاهمات على مستوى المسؤولين في الإمارات مع المسؤولين أو ملاك نادي بيراميدز والإدارة التنفيذية هنا والمدير الفني جايما باتشيكو، واتفقوا على أن الفرقة ممكن تلعب المباراة بشكل طبيعي، والناس هتسافر بكرة الصبح وهتصل الإمارات إن شاء الله وتؤدي تمرين الأربعاء وتمرين الخميس عشان تلعب الماتش يوم الجمعة. طيب الشق الفني بقى، وانا اشكرك بشده ان انت كلمتني الشق الفني، ان احنا عاملين نتكلم في قضايا وطعون واسانيد وقضاء اداري، لا ده تدخل حكومي، بقينا بعدنا تماما عن الرياضه يا فندم الحقيقه يعني. صحيح، وازعج الناس وعامل انقلاب عند الناس وفي افكارهم وشغلهم، حتى اللعيبه كمان ما نعتقدش ابدا ان هم مش متاثرين باللي بيحصل ده، حالتهم النفسيه واستعداداتهم. يعني انا عايزك مثلا يعني بصرف نظر عن ان اختلاف المجال، هل انت حطي نفسك مكان مثلا مارسيل كولر النهارده بتلعبي مباراه قدام نادي الزمالك، فجاه بتلاقي نفسك المتنافس تغير، اكيد صحيح. الفوارق مختلفه، اكيد التكتيك مختلف، اكيد النجوم اللي هنا غير النجوم اللي هنا، في قوه هنا وقوه هنا، لكن كل فريق له بصماته وشخصيته، فبتبتدي تحطي خطتك على حسب الفريق اللي قدامك. طب متوقع ايه فنيا بقى بين بيراميدز والاهلي؟ هتتم المباراه وهيكون شكلها ايه؟ المباراه طبعا اعتقد المباراه هتبقى قويه جدا. بيراميدز عنده دوافع كبيره. بيراميدز خسر 3 نهائيات، خسر الكونفدراليه في النهائي قدام نهضه بركان، خسر نهائي كاس مصر قدام الزمالك 3-0، وخسر اخر نسخه من كاس مصر قدام الاهلي 2-1، فبيسعى ان هو يحقق بطوله لانه لم يحقق بطوله حتى الان رغم ان هو وصل 3 نهائيات. والناس كلها بتتكلم عن السكواد اللي في الفريق، نجوم كبار واسماء على اعلى مستوى، لكن دايما الفريق بيصل الى المرحله النهائيه او الامتار الاخيره ولا يحقق الهدف بالوقوف على منصه التتويج ويكتفي بمركز الوصيف. النادي الاهلي مع مارسيل كولر، وانت تعلمين برضو زي ناس كثيره جدا بتعلم النادي الاهلي زي نادي الزمالك، نهم البطولات لا ينتهي. تنتهي من بطوله بتسعى لتحقيق البطوله الاخرى، ثم البطوله طول البطوله. الاهلي خد سوبر مع كولر السنه اللي فاتت على حساب نادي الزمالك، وخد كاس على حساب نادي بيراميدز، والمباراتين اللي لعبهم كولر مع نادي بيراميدز حقق فيهم الفوز، وده اول مدير فني يحقق الفوز على بيراميدز مع النادي الاهلي في مباراتين متتاليتين. ده اللي انت متوقعه هيحصل في السوبر ولا ممكن يبقى فيه كمان مفاجآت؟ الماتش صعب وفكره المفاجآت، يعني انت قدامك يعني لازم حد ينتهي بمكسب، ففرقه بيراميدز فرقه قويه وعندها دوافع، فرقه النادي الاهلي تنتشي بانتصارات متتاليه والخروج من ازمه دور المجموعات والصعود للدور التالي، ثم الفوز على الرجاء والعبور الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، فالفريق ماشي بخطه ثابته في الدوري ومتصدر للمسابقه، وماشي بخطه ثابته ومتصدر او وصل لنصف نهائي دوري الابطال، والان قدامه فرصه سانحه للفوز بكاس السوبر، فتحقيق نجاحات متتاليه امر مهم. كمان وهيكون دفعه قويه ان هو يكمل، يعني احنا علينا احنا ننتظر مباراه عظيمه نستمتع بيها كمشاهدين بعد كل الازمات ومتابعين لكره القدم اللي احنا عشناها دي. احنا بنشكرك جدا ناقدنا الرياضي الكبير استاذ احمد جلال على وجودك معانا وعلى اللي عرضته لينا من معلومات، شكرا جزيلا.